نعم، من خلال علمي بأهل الحديث بأن كل من سب صحابيا إلا الإمام علي يجب أن يكون دجالا وضعيفا وملعونا وإلى آخر. أما من سب الإمام علي عند أغلبية أهل الحديث فهو مجتهد، ويعني أمره إلى الله وثقة في الحديث، وهذا من الأثر الأموي على أهل الحديث. نحن أحيانا نتلمس الأثر. هنا عنوان يعني حلقتنا بغض الإمام علي، يعني تصور أنه أبرز قضية وضحها النبي، طعنت فيها الأمة فقبلت. وأيضا قضايا أخرى، لو تقيس قضايا أخرى تجد مثلا الله بين القتل، مثلا قتل المؤمن يؤدي إلى النار، الأمة فشلت فيها أيضا. وهكذا يعني نحن يجب ما نستطيع أن نصحح أو أن نجدد حتى نعرف أول من نقض الكتاب وأول من ذم، أول من أهدر فينا هذه القضايا الكبرى. يعني هذه طبعا كلام ابن معين أجبت عنه، وهو لا أهل الحديث للأسف لا أثق في كثير من تنظيراتهم. تصل إلى معاوية فينكصون، تصل إلى معاوية فينكصون، وأما غير معاوية فهم يعني هم متورطون في العقيدة، لأن المشكلة العقيدة هذه المذهبية هي تسبق الدليل، العقيدة تسبق الدليل، يتعلمونها وهم صغار، فكل دليل ولو آيات كريمة لا تؤثر في العقيدة، لا تزعزعها. وهذه ناحية إنسانية يجب أن تعرف، بأن ما نشأ عليه الفرد أقوى بكثير من أي عقيدة، إلا أن يوفقها الله إلى تحرير عقله وتحرير ضميره وتحرير حواسيه حتى يستطيع أن يخرج من هذه العقيدة التي نشأ عليها إلى عقيدة العقل والضمير والبرهان. مثل صاروخ الفضاء تماما، لا يستطيع صاروخ الفضاء أن يخترق الغلاف الجوي إلا بقوة هائلة تدفعه إلى الفضاء الخارجي، فيحس يعني تنعدم الجاذبية إذا خرج الفضاء الخارجي. أما الغلاف الجوي، كل إنسان معه غلاف جوي من النشأة، من البيئة، من الأسرة، من الرأي العام المحيط به، من المذهب، ما يستطيع أن يتخلص منها بسهولة، حتى لو رأى 50 آية 100 آية تنص على أمر وعقيدته التي نشأ عليها لا توافق، لن يوافق إلا كما قلت بأن يعزم ويتحرر من هذه القيود الأرضية. شكرا.